أني حليت يسرني أن أقدم لكم أول محاولة لدراسة شاملة حول تونس، أرض تونس الكاملة، لأنه مشروع سي المنجي بورغو هو إنجاز موسوعة شاملة لجميع أنحاء البلاد التونسية، وسنبدأ بالوطن القبلي وفيما بعد يعني ندرس يمكن منطقة السباسب والا السواحل، هو باش يقرر. أما اللي هو هام هو يعني بإعانة كل الذين يشتغلوا على منطقة ما، سواء كانوا جغرافيين، مؤرخين، علماء الاجتماع، علماء الأثار. يعني احنا اصبحنا الحمد لله عندنا مدرسة جامعية كاملة، ونعتبر ان هذا الموضوع يشجع وفي نفس الوقت يجمع كما قلت كل الاختصاصات، وهذا هام جدا. اما فيما يخص الوطن القبلي هو في الحقيقة حمل العديد من الأسماء، لو بروموانتوار دو ميركور في العهد القديم، جزيرة شريك ومنزل باشو في العهد الإسلامي المبكر، ثم الدخلة، الوطن القبلي. كل هذه الأسماء تدل على عريقة تاريخ المنطقة وأهميتها في الجمهورية التونسية، في الأرض التونسية. والآن سأعطي الكلمة إلى رئيس المجمع الدكتور عبد المجيد الشرفي يفتتح هذا الملتقى الأول في موسوعتنا التونسية. صباح الخير زميلاتي العزيزات، زملائي الأعزاء، ضيوفنا الكرام. يسرني أن أفتتح هذه الندوة التي ينظمها قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة. هذه الندوة كما هو الشأن بالنسبة إلى عمل المجامع عامة، تحاول أن تمد المختصين في الدرجة الأولى والرأي العام في درجة ثانية، أن تمدهم بآخر ما وصل إليه البحث في ميدان من الميادين. والميدان الذي نهتم به اليوم هو منطقة جغرافية في البلاد التونسية، نرجو أن تعقبها عرض كذلك لخصائص المناطق الأخرى في بلادنا. موضوع الندوة كما رأيتم، كما تعرفون، هو الوطن القبلي بين الأزمات والتحولات. في الحقيقة هذه الأزمات هي من طبيعة الحياة، ولذلك فما تهتم به الندوة في الحقيقة هو التحولات التي هي بصدد التطور والتي نشهدها في مختلف المناطق، باعتبار أن هذه التحولات هي التي تدل
على الحركية التي تشهدها منطقة من المناطق. معروف أن الوطن القبلي هو بلاد القوارص، هو بلاد الصيد البحري، هو بلاد السياحة، ونحن نتطلع إلى معرفة ما حصل بعد في هذه المنطقة من إيجابي ومن سلبي، وكذلك إلى استشراف المستقبل الذي يمكن أن تطمح إليه هذه المنطقة نظرا إلى خصوصيتها البشرية والجغرافية والاقتصادية عموما. فأنا مسرور بأن نفتتح هذه السلسلة من الندوات التي تعرض هذه التحولات الخاصة بكل منطقة من مناطق الجمهورية، فلا ينبغي أن يقتصر عملنا على منطقة دون أخرى. صحيح أن الكفاءات المتوفرة في الوطن القبلي ربما هي التي تبرر الاهتمام به في مرحلة أولى، ولكن مهما كان الأمر فإن المناطق الأخرى في حاجة، وفي حاجة أكيدة، إلى تبين عمق التحولات التي تشهدها وإلى استشراف الآفاق بالنسبة إلى هذه المناطق كلها. ربما في مرحلة لاحقة نحاول أن نؤلف، نقوم بعملية تأليف سنتاز لكل هذه التحولات جهة إثر جهة، لكي نرى، لكي نساعد في الحقيقة على توضيح الرؤية بالنسبة إلى التحولات التي تشهدها بلادنا عموما، والتي في كثير من الأحيان تطغى الأحداث اليومية وما يطفو على السطح من الأحداث السياسية على المشاكل وعلى التحولات العميقة التي تشهدها مختلف الجهات. فأرحب بكم في هذه الندوة الثرية. اطلعت على البرنامج وهو كما أشارت إليه الأستاذة منيرة شابوتو مديرة القسم، يهتم بالناحية الجغرافية، بالناحية الاقتصادية، بالناحية البشرية، بمختلف الجوانب التي تهم المنطقة. فأنا إذن أؤمل أن تكون هذه الندوة مفيدة بالنسبة إلى توضيح الرؤى، وسنسعى إلى نشر أعمالها كما هو شأن بالنسبة إلى الندوات العلمية التي ينظمها المجمع. فأرجو لكم أعمالا مفيدة، وأرجو أن يكون هذا الملتقى في المستوى الذي نطمح إليه جميعا. وقبل ما أعطي الكلمة إلى الدكتور منجي بورغو المسؤول على هذه الندوة، وذكر ورحم في نفس الوقت على أول أستاذ أنجز عمل فيما يخص الوطن القبلي وهو المرحوم حافظ ستهم. مرور 40 سنة لي يعني نشر أطروحة حافظ ستهم حول الفلاح التونسيان، والكلكم تعرفوها. عذيك علاش أنا قلت عنا أصبحنا عنا مدرسة تونسية فيها العديد من الاختصاصات والعديد من المعلومات اللي في الحقيقة احنا الغاية متاعنا هي جمعها كما قلت في موسوعة. وذكر كذلك بمؤسسين المدرسة
التونسية التاريخية، وأذكر بالجهد الكبير للأستاذ محمد الهادي الشريف اللي تتلمذ عليه وعلى يديه عدة منكم الحاضرين، ولهذا عندنا بعد كبير يظل لي ونضج فيما يخص الدراسات، ويظل لي الفكرة هذه طيبة جدا. وأخيرا أذكر بأن زميلي وصديقي الأستاذ منجي بورو عنده حصة في الراديو اللي اسمها معالم ومواقع، وهذا يعني مرتبط بمحاولته. وأذكر كذلك أن العديد من الطلبة قاموا بأعمال حول الجغرافيا التاريخية، والجغرافيا التاريخية عندها دور كبير في دراسة المناطق. من غير يعني إطالة، أعطي الكلمة الآن إلى الدكتور منجي بورغو لتقديم. الله فيك، يعطيك الصحة. الأستاذ عبد المجيد الشرفي رئيس مجمع العلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، الأستاذة منيرة شابوتو مديرة قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمجمع، السيدات والسادة الضيوف، الزميلات والزملاء أعضاء المجمع، مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا. في الحقيقة إن الوضع الحالي الدقيق للبلاد التونسية حتى ما علينا التفكير والخوض في مفهوم الإقليم والأقلمة، وإنما نعرف اليوم من إرباك ومن ارتباك ومن تعالي صيحات أحيانا صارخة بأن هذا المكان، بكلمة أصبحت الآن نمجها، بأن هذا المكان أو ذاك يعيش نوعا من التهميش، أو أن التنمية فيه منعدمة، وأن البطالة فيه مستفحلة. كل هذا في الحقيقة هو نتيجة رؤية غير واضحة للتهيئة وللإقليم والأقلمة، والحال أنه لا تنمية دون تخطيط إقليمي، ولا تخطيط إقليمي دون معرفة لواقع مختلف الجهات بالإقليم الواحد. ومن هذا المنطلق اقترحنا على قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمجمع إمكانية تنظيم مجموعة من الملتقيات تعنى بدراسة الأقاليم الكبرى للبلاد التونسية. واخترنا في البداية الوطن القبلي كفاتحة لهذا المشروع لوضوح حدود المكان، وخاصة لوضوح الشخصية الإقليمية المجالية. ولم نبدأ بمنطقة داخلية عمدا لنبتعد عن الشعبوية، ونحافظ على ما يلزم من الهدوء العلمي لفهم خصوصيات المكان. وعكس ما نتصور في الحقيقة، فالوطن القبلي رغم ما هو عليه فهو ليس بالوحدة الجغرافية المتجانسة، لا طبيعيا ولا بشريا ولا اقتصاديا. ورغم المجد والتاريخ، ورغم الحجم الهائل من حيث المنتوجات الفلاحية والصناعية، ورغم القيمة السياحية للوطن القبلي، فهو يبقى أرض المتناقضات، أرض المتناقضات من الرفاهة إلى الفقر المدقع، ومن الأرض المهيئة إلى الأراضي الشاسعة المشاعة التي ما زالت إلى اليوم تحت ملك إدارة الغابات، مجال تتجاذب فيه الفلاحة والصناعة والسياحة من أجل الفوز بالأرض والماء واليد العاملة. إن تنظيم المجمع لمثل هذا الملتقى لا يعني أننا نريد أن نجعل من المجمع
مخبرا للبحث، ولا وحدة بحث، ولا دار ثقافة لإلقاء المحاضرات لجمهور الحاضرين، وإنما مجمعا والحال كذلك لمعالجة أمهات المشاكل التنموية بمختلف أنحاء البلاد التونسية. لذلك لم نتولى نشر النداء الخاص بهذا الملتقى، ولم نترك الحرية للمشاركة فيه، بل توجهنا نحو المختصين كل في مجاله، كل حسب اختصاصه الضيق، وطلبنا من كل من تميز في مجال من المجالات أن يفيدنا وأن يقدم عملا تأليفيا مفيدا. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، مثلما ذكر الآن، إن كتب لهذه الفكرة أن تتواصل فإننا فعلا سنعممها اتباعا على بقية الأقاليم التونسية. ولا أخفي عليكم أنني بدأت أفكر وأتصل بأهل الاختصاص للاستعداد لدراسة منطقة أو مجال أو إقليم تونسي آخر، هو أيضا أرض المتناقضات، وهو أيضا منطقة ساحلية وليس منطقة داخلية عمدا. وصف حسون الأمزابي منذ 25 سنة بأنها مجال هش فرجيل، تابع ديبوندونت ومهمش. في الوقت اللي كلمة مهمش كان عندها قيمة وقتها، سيتي اون 1987، أي مارجيناليزي، وهو الجنوب الشرقي التونسي. ولكن لنعد إلى ما نحن فيه اليوم، واسمحوا لي أن أشكر رئيس المجمع الأستاذ هشام جعيد، والرئيس الأستاذ الحالي أستاذنا عبد المجيد الشرفي، لأنهما قاما بتزكية المشروع. وأشكر كافة أسرة المجمع التي تعمل في الخفاء من أجل إنجاح هذا الملتقى، ولمن تجاوب إيجابا من الزملاء للمشاركة بمداخلة أو للمشاركة بالحضور. في الحقيقة أتوا للتعبير عن إيمانهم بالمشروع. واسمح لي سيد الرئيس أن أتوجه بشكر خاص وأن أفرد بالامتنان جمعية صيانة مدينة نابل التي تشارك اليوم في الحضور بأعضائها ومعروضاتها. وجمعية صيانة نابل هي قلب يخفق من أجل أن تتحقق التنمية المستديمة بالوطن القبلي. وشكرا لكم. واسمحوا لي في لحظة وجيزة أن أقدم بطريقة فنية التكنيك المدير الملتقى، الذي يتكون من 5 محاور كبرى. المحور الأول وهو الجلسة العلمية الأولى الصباحية التي تتطرق إلى الوسط الطبيعي الذي يحتوي في الحقيقة كل الأنشطة البشرية والاقتصادية والاجتماعية، دونك لابد أن نقدم بسطة عن خصوصيات المكان. ثم المحور الثاني هي المراحل التاريخية الكبرى، لي غرومومون دو ليستوار دو كابون. ثم المحور الثالث هو المجال والإنسان عبر التاريخ إلى اليوم. المحور الرابع هي التحولات الحديثة الاقتصادية والاجتماعية، ليميتاسيون سوسيو ايكونوميك. وسننهي في الأخير بالتحولات الاجتماعية والثقافية. وستتولى الأستاذة منيرة شابوتو في الأخير، دونك في آخر ملتقى، تقديم التقرير العام للندوة. وشكرا لكم. فوالا دونك كان تسمحوا بعد إذنكم باش نقف وقفة صغيرة استراحة، ثم سنعود بعد حين لنبدأ الجزء الأول من الندوة. فشكرا لكم.
بالله من فضلكم سامحني من فضلكم بالله البوز كافي في الطابق السفلي بالله ننزل كل مع بعضنا الى الطابق السفلي تفضلوا جميعا الطابق السفلي